يقول عافي معكم من موقع جبلنا هنا في البطيعة المرج افتتاح بازار الميلاد برعاية جمعية مرام متطوعي البطيعة، بازار خيري، بازار محلي، الكل صنع اليد، صنع أهالي البلدة من أجل دعم الجمعية. معانا هون الأخت المربية سيلفيا بطار أم وسيم، إحدى القيمات على هذا المشروع، تحب تحكي لنا كلمة عن هذا البازار؟ في ناس كثار منهم صح صار اسمارها كثير تبرعوا لنا بهاي الاشياء عشان احنا نبيع ويعين اشياء حتى بالجمعيه بتعمل صفه عاليه طبعا لاهل البلد، وحتى كمان من اهل البلد بيجوا بيزورونا والكل ما بعيش لعنا، وفي عندنا كل حدا عامل هذا نبيت صحن هذا عرا هاي اشغال بيتيه، البسطات مفتوحه للجميع اكيد باسعار مقبوله جدا. شكرا للنجاح، كل عام بخير. كيف شايفين هون صناعات محلية، مأكولات، معروضات ميلادية. هون معنا كمان الأخت ريم هردل، إحدى عضوات جمعية مرام وتطوعي البطيعة المرج، وطبعا وكبنا بالفترة الأخيرة عدة فعاليات للجمعية، فعاليات اجتماعية، فعاليات ثقافية، وهذا جل هذه الفعاليات، بازار الميلاد المجيد، بازار محلي. ممكن الأخت ريم تشرح لنا شوي، تحكي لنا شوي عن أهداف هذا البازار. ميلادي بسيط، الفكرة أبدا مش نعمل إشي استهلاك اللي فيه بس نبيع أسعار اللي هي غالية، فحبينا نعرض منتجات اللي هي بيعملوها أغلب ناس محليين في بيوتهم، مش عندهم دكاكين ولا آخره، هم الناس اللي بيصنعوا شغلات في بيوتهم وحبوا يعرضوا يبيعوها. من ضمن هون كمان عندنا نادي السيدات عارض منتجات عم يبيعها، من ضمنهم في حلاوة بتنعمل في البيع، حلاوة الرياض، في منتجات جبناها من بيت لحم من الخليج كمان لحتى نشجع المنتج الفلسطيني. اللي بيميزنا انه احنا حبينا نعمل جو اللي هو جو هيك بلاد، جو فرح بدون ما نكلف الولد واهله كثير، فكل المنتجات مبيوعه بسعر جدا 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 جدا. صدقنا مش بس نبيع، صدقنا نفرح، نفرح الناس سوا، في صفوف، في عرق محلي، كل شيء معروف هون هو عن جد محلي. في فعاليات، في كمان شوي فعاليه للاطفال عم يلعبوها بالشارع، وفي مطعم صباغ بالاردن معنا، وفي شوي شغلات كمان اللي بتوسع على الوجه والاطفال. اكيد اهلا وسهلا، يعطيك الف عافيه. شكرا، يعطيك العافيه. كما سمعتم من الاخت ريم هردل، هون معرض للفنانة ابنة البقيعة إيمان بشارات، صباغ، أهم شيء صباغ. تحبي كلمة هيك تحكي عن البازار، عن ال يعطيك العافية. زوايا عديدة، هون معرض الفنانة مرتا صباغ، فنون اللي بيحب يجي يتفرج ينبسط بأسعار شعبية جدا. كمان
معرض للحلويات الكعك. شايفين ايش الاسم؟ بس اسمك ورد. ورد مهلنا حلويات ابن الاستاذ كريم مهلنا غني عن التعريف. كمان حلويات شوكولاتات بالذات صناعه محليه طبعا. تقدر تيجوا تتذوقوا تشتروا باسعار كثير مريحه. هون عرق ابو يوسف ابن صفي باسل عبدو. عرق ابو يوسف عرق محلي كيف شايفين. هون كمان هون لسه هي العيد مقروطة. كمان اللي بحب اشتري قنينة على الاسم لازم تشتري. كعك محلي كمان من صنع الصبايا. هون شغل الايد احلى كمان. هون كيف شايفين منتجات للميلاد. هون طبعا طباعة كيف شايف. لا طباعة على بلوزات على حلو. كل موجود هون في بازار الميلاد بازار جمعية مرام متطوعي البقيعة. بعدنا احنا بالافتتاح. البازار راح يستمر لساعات للساعة 10 بالليل. دعوة عامة للجميع. هون كمان معرض جميل. شغل ايد طبعا هذا. لا يعطيك العافية. حضرتك من هون من القيعة. ليه ما تصورك صورة هون. كمان المعرض أدوات بيت محلية عمل بيتي. يعطيكوا العافية. شغل ايده ام نادر. اعطيك العافية خيطة. هذا شغلك شو شغلات يعني خرز. حلو هذا باخذ وقت. نزلي نصورك صورة. ايوه يعطيك العافية. شايفين الشغل حلو هون. خرز كله خرز. شغل منادر هون شغل حلو كثير. بحب يجي يتفرج يشوف يشتري أسعار شعبية. كمان هاي للأرضية شراشف. كمان شراشف كيف شايفين من كرز من خرز آسف. أشياء حلوة. يعطيك العافية. شكرا. هون شغل على الصابونة بالصابونة. رسم على القزاز. بدك تعملي فعالية شي انت هسه. هاي المعلمة مرته وفنانة بهي الشغلات بالصابون والشمع. فعالية للأطفال الصغار. هي بتعمل كمان بتعملي دورات كمان مرتها. بتعملي دورات بهي الشغلات. بتعمل دورات شمع دورات. حلو يعطيك العافية. شايفين فنانة
مزدين ويكملنا 500 يا اعبطوا بعض. لا بدون اللايك هاي شغلات مش لايك. اضحك. حلو. يعني بس صار في حركة حضور رويدا رويدا. بازار الميلاد البقيع المرج في نادي الأخوة في حي البقيع المرج، منتجات محلية، صنع محلي يقيم عليه أو تقيم عليه جمعية مرام متطوعي البقيعة، ومنتجات محلية كعك. أيوة يعطيك العافية. كوشي هون فول وترمس. يعطيك العافية خالتي. هون كمان اللي بحب الصاج، خبز الصاج مع زيت وزعتر وشوكولاتة ولبني. يعطيك العافية. هون شو عنا؟ يعطيك العافية. شو منتجات هون؟ معكروني. معكروني اللي بحب المعكروني. منتجات محلية. هون كمان زاوية للشوكولاتة. ناجتس هاي. لا دوناتس، آسف دوناتس. هات نصور صورة. نعم. ايش قلتي؟ صورنا على جنب الصورة معلش. وينه؟ يلا. واضح. خلينا نشوف. انا مش غالي افهم. وانت شو منتجاتك هون ام جبرة؟ هاي شغلك؟ شغلك يعني؟ لا جمعية مرا. هو المعلمة كلارا ام جبرة. وانت بألف خير. أيوة. هون كمان حلويات. شغل مين؟ أبو رياض. حلاوة أبو رياض. تحلى أيامك مع حلاوة أبو رياض. مين يعني أبو رياض هون؟ كيفين حلويات محلية حلاوة. هاي حلاوة؟ يعني زرنا بكم جميعا. أكشاك هذا المعرض، المعرض في بدايته. نأمل حضوركم. تابعونا عبر موقع جبلنا. كل عام وانتم بألف خير من بازار الميلاد البقيعة المرج. هون معنا ضيف من معليا أستاذ خليل معلوف. شو رأيك بهي الفعالية المحلية؟ والله يعطيهم العافية الشباب والصبايا اللي عم يشتغلوا على البرنامج. بازار حلو، أجواء حلوة قبل بداية العيد. وعن جد البلد شيء حلو وبعطي رونة بهجة للعيد. بالاحترام وعم تبخير. أستاذ وسيم هون إحدى القائمين على الفعالية، تحب تحكي كلمة هيك عن البازار، تدعو الحضور؟ بنحب نقول عنكم خير لكل الناس، لكل الناس. إحنا على إمكانيات الصغيرة عملنا بازار، مجموعة صغيرة من الشباب والصبايا المتطوعين بحي الدار. بتكون ضرورة. اشتغلنا إنه شيء شهر عشان نعمل البازار إن شاء الله بتنجح والناس تكون بتيجي.
شكرا لك، يعطيكم ألف عافية، نلتقيكم وقت لاحق إن شاء الله. Oh yeah.
شرفتوا جمعية مرام. بدنا نطلب من الجميع انتبهوا للكمامات، كل واحد يحط كمامته اللي عم بوكل مسموح ينزلها على المدخل جنب الشجرة، بقى المدخل جنب الشجرة. في عنا يا نصيب على الساعة 8 أو قبل 8 بشوي راح يكون في سحب على جوائز قيمة، ندعوكم كلياتكم تشتروا من يا نصيب تبعنا. يا نصيب فيه جوائز أنا. شو الأخبار؟ كيف حالك؟ إيه مسموع؟ طيب. إيه مساء الخير وأهلا وسهلا للجميع. إيه قبل ما نبلش بدنا نحكي بدي أقول لكم بس إنه في معي جزدان لونه أحمر، في حدا موقعه هون. يلا. إجا صاحب الأسئلة. شو الأخبار؟ نستمر معكم هنا من بازار الملاهي. الكمامات مهمة، حافظوا على وضع الكمامات، حافظوا على شو حركة نشطة الآن على المدخل في بازار الميلاد والفعاليات. في عندنا يا نصيب، شاركونا في اليا نصيب، في جوائز قيمة وفيه كمان دعم للمعلمة مرتا. أهلا وسهلا بالجميع، نتأمل تلبسكم معنا. جميلة جدا، أخوية ميلادية. هنا كشك المعلم وسيم. طبعا في سحب يا نصيب، اللي بحب يشترك يسجلون. واضح جدا لما اقدر تقولي مش ممكن تزعلي، واضح جدا لما اقدر تقولي مش ممكن تزعلي. يوسف اعمل ايه؟ يا حبيبي
احمل لك صنية احمل هذه هي الأجواء الجميلة في اشرب لك كاس يلا ثواني في بازار البقيعة المرج معكم حتى الساعة 10 هنا في قاعة نادي الأخوة أهلا وسهلا بكم.